المشاهدين، تحدثنا فيما تحدثنا فيه في الحلقات الفائتات عن أحوال العراق في العهد العثماني، ولا سيما في القرن 18 والتاسع عشر وبدايات القرن 19، وقلنا أن هذه المرحلة تميزت بظهور الحكومات المحلية أو الحكومات الأسرية إذا جاز التعبير. يعني في أكثر المدن والنواحي كان ثمة أسر استطاعت لأسباب مختلفة أن تحوز الثروة، أن تتمكن من القوة، تملك أسباب القوة، فتصل إلى السلطة وتبقى فيها لفترات ربما وصلت إلى نحو قرن. هذه ظاهرة جديرة بالدراسة وجديرة بالالتفات، صعود الأسر المحلية إلى سدة السلطة في أكثر مدن العراق وحتى في غير المدن، في الريف، في البادية، في سائر أنحاء البلاد، كان ظاهرة حقيقة ملفتة كما قلت للنظر، لا سيما وأن هذه الأسر استطاعت أن تحتفظ بالسلطة فترات طويلة. يعني بلغت المماليك حكموا نحو 80 سنة، آل الجليلي في الموصل حكموا 108 سنة، في النجف حكم آل الملالي حكام النجف نحو قرن تقريبا، نفس الفترة حكمها آل عبد الجليل وهي أسرة أخرى غير آل الجليلي في الموصل في الحلة، وهكذا. يعني تلك الأسر تمكنت من أن تستحوذ على السلطة في هذه المدن، وقد شهدت مدن العراق نوعا ما ازدهارا لما تمتعت به في هذه الفترة من نوع من الاستقلال الذاتي على الإرادة أو على المركزية الدولة العثمانية. تحدثنا عن ذلك ولا نود أن نخوض في تفاصيله، وقلنا في نهاية الحلقة الفائتة أن علينا أن ننتقل إلى أحوال الإمارات الكردية، لأنها أيضا كانت تمثل سلطات أسرية، يعني تزعمتها أسر معروفة ويعني توسدت السلطة لفترات طويلة ربما بلغت قرون. ولعل أبرز هذه الإمارات مما نود التحدث عنه هي إمارة بهدنان التي اتخذت من مدينة أو من قلعة العمادية مركزا أو عاصمة لها، واستطاعت أن تبقى في السلطة نحو 6.5 قرون، وهي مسألة يعني جديرة بأن تدرس بعناية. 6.5 قرون تستطيع هذه الإمارة الجبلية أن تحكم بشكل مستقر طيلة هذه الفترة. هذه مسألة يعني ينبغي أن نعرج عليها، وحقيقة إمارة بهدنان تعد أبرز الإمارات الكردية أو أولها. نعم، ظهرت فيما بعد الإمارات الكردية الإمارة السورانية، ظهرت في وقت قريب يعني بعد تأسيس إمارة بهدنان بنحو قرن تقريبا، ظهرت الإمارة السورانية ومركزها كان عدة يعني مناطق، في حرير، في شقلاوة كانت عاصمة لها، ثم استقرت أخيرا في رواندوز. أيضا ظهرت الإمارة البابانية في وقت قريب أيضا، وربما سينجر الكلام على هذه الإمارات، ولكن علينا أن نبتدأ أولا بالإمارة الأم إذا جاز التعبير وهي إمارة بهدنان. هذه الإمارة حقيقة تميزت بأن سميت في وقت مبكر من تاريخها بحكومة بهدنان أو حكومة ميرسيف دينا، وهي اسم الأسرة الحاكمة التي تولت السلطة في هذه الإمارة. ما هي قصة هذه الإمارة وكيف برزت؟ نحن نعرف أن كردستان كسائر أنحاء المنطقة تعرضت من بعد سقوط الخلافة العباسية إلى أنواع من التجاذبات بين الدول التي نشأت في أعقاب انهيار المؤسسات التقليدية في العالم الإسلامي وظهور الغزاة والمحتلين لا سيما المغول. في العهد المغولي يعني افتقدت هذه البلاد إلى ظل الشرعية، لأن المغول كانوا وثنيين ولم يمثلوا بأي حال من الأحوال شرعية السلطة،
خلافا لما كان الأمر سابقا في عهد الدولة العباسية، بل أن من ورث هذه الدولة يعني ظهر المغول أنفسهم يعني توزعوا أو انقسموا إلى أسر متعادية، وأصبح مصير هذه الناحية أو تلك، أما أن يتحيز لهذا أو لذاك، يعني لم يعد ثمة مجال لأن تبقى المنطقة بعيدة عن هذه الصراعات الدائرة حولها. ليس هذا فحسب، وإنما تغير شكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لأن الأمراء الذين كانوا يعني يستمدون شرعيتهم من المؤسسات التقليدية المعروفة الإسلامية المعروفة، هذه الأسر أو هذه السلطات فقدت هذه الشرعية، وأصبحت السلطة لمن يحوز على الأرض. القبائل كانت هي التي يعني حيثما تكون هي صاحبة السلطة في أرضها، فإذا ما غيرت مواطنها فقدت هذه السلطة وانتقلت إلى غيرها، وهذا كله كان يؤدي إلى مزيد من الصراعات ومن عدم الاستقرار في هذه المنطقة. حقيقة يعني ذهب المغول وجاء الجلائريون في هذا في كردستان الجنوبية وفي كردستان العراق، والشوبانيون في كردستان إيران، ثم جاء الجلائريون فارتكبوا من المجازر ومن المآسي ما يعني ما يثير الهلع فعلا في هذه البلاد، ثم جاء في أعقاب التيموريين يعني جماعة تيمورلنك الأقويونلو والقرقويونلو، وقد تحدثنا عنهم لمحا في أحاديث سابقة عندما تحدثنا عن بغداد وعن العراق. هؤلاء اكتسحوا هذه الأوطان، أوطان هذه القبائل، ودمروا وعاثوا فيها فسادا وخرابا ما شاء لهم ذلك. وفي القرن التاسع بدأت متغيرات جديدة، يعني دولة الأقويونلو وهي دولة قوية عسكرية الطابع حاولت أن تمد نفوذها إلى كردستان، وتمد نفوذها إلى الإمارة التي كانت قد ولدت قبل فترة يعني حدود قرن من هذا التاريخ، وهي إمارة بهدلان اللي وعدناكم بأننا سنتحدث عن طريقة نشأتها وظروف نشأتها. في ذلك الجو المضطرب من التنازع والتجاذب بين القوى السياسية، كانت إمارة بهدينان قد ولدت في النصف الثاني من القرن الثامن للهجرة، يعني 14 للميلاد، وفي عهد بدأت فيه الأقويونلو القبيلة التي دخلت منطقة الجزيرة ودخلت منطقة كردستان ثم دخلت العراق، يعني تتحرك تمتد تتوسع للسيطرة على هذه المناطق، لا سيما على منطقة كردستان. مقر هذه القبيلة كان في ديار بكر، وأخذت تمتد يعني تكتسح نواحي كردستان الجنوبية حتى لم يبقى أمامها إلا هذه الإمارة الوليدة الفتية اللي هي إمارة بهدلان، وتقدمت جيوشها في عام 875 هجرية، تقدمت جيوشها باتجاه العمادية، وهي يعني تريد أن تقضي على هذه الإمارة وتضم هذه البلاد إليها. وكانت إمارة بهدلان في ذلك الوقت كما قلت قبل قليل حديثة العهد، يعني حديثة العهد بالنشوء. تكونت إمارة بهدلان من يعني من اتحاد لمجموعة من القبائل الكردية القوية، منها قبيلة الزيبار والمزوري والسندي وغيرها من القبائل، وأصعدت هذه القبائل التي تحالفت أو تآلفت فيما بينها، أصعدت أسرة ذات نسب عريق إلى سدة الحكم في العمادية، وتولى أول أفراد هذه الأسرة، والمصادر بعض المصادر تذكر أن اسمه الملك خليل، ربما اكتسب هذا الاسم ملك حينما وصل إلى العمادية وتولى السلطة فيها. كان قبل ذلك العمادية تحكمها أسرة
محلية تعرف باسم ملكة إيزي، وكان يتولى العبادية في ذلك الوقت أحد أفرادها ويدعى ملك تازي. هذه القبائل يبدو أنه كانت في حاجة إلى أن توطد حكما مستقرا في جو مضطرب، فما كان إلا أن أصعدت هذا الرجل الملك خليل الذي ينتمي إلى أسرة عريقة شريفة مهمة، أصعدته إلى السلطة ودخل إلى العمادية، ويعني بما يشبه أن يكون انقلابا أبيض، خرج الملك تازي وجاء الملك خليل، فتأسست منذ ذلك الحين إمارة بهدنان. أما أنها لماذا عرفت ببهدنان، فنسبة إلى أحد أسلافها أجدادها، وكان يعرف باسمه بهاء الدين، فبهاء الدين يعني الاسم أصبح بهادينان بالجمع يعني، فأصبحت الإمارة تعرف بالبهدنانية، والأسرة عرفت يعني غالبا عرفت باسم مير سيف دينا، يعني الأمير سيف الدين، وهو اسم أحد أسلاف هذه الأسرة. وفي وقت مبكر عرفت هذه الأسرة أو هذه الحكومة حقيقة باسم حكومة مير سيف دينا، يعني هذا حقيقة شيء مميز في هذه الإمارة أنها حازت على هذا اللقب المهم، بمعنى أن حكمها كانت له شرعيته المستمدة من شرافة نسب أمرائها ومن استطاعتها أن تفرض سيطرتها ليس على العمادية فحسب، وإنما على منطقة مهمة من كردستان اللي هي يعني تمتد إلى تشمل فضلاً عن العمادية تشمل عقرة ومناطق تمتد إلى زاخو. هذه الإمارة قدر لها أن تواجه امتداد قبيلة الأق قوينلو اللي تحدثنا عنهم، والتي قلنا أنها كانت تطمع بمد نفوذها إلى هذه البلاد، وكان جيش بقيادة أحد قادة الأسرة أو قبيلة الأق قوينلو ويدعى سليمان بجن أغلي، كانت قد تقدمت باتجاه العمادية وحاصرتها نحو 3 أشهر. كانت مصير هذا الجزء من كردستان معرضا يعني إلى أو في لحظات قلقة، إن كانت قد يعني استولى هؤلاء الأقوينلو على العمادية معنى ذلك أن تاريخ البلاد سيأخذ مسارا آخر. لكن الذي حدث أن القبائل الكردية التي سبق أن أصعدت هذه الأسرة أسرة بهدنان اتحدت فيما بينها وتعاونت على درء الخطر عن إمارتهم، عن هذه الإمارة الجديدة، وفعلا دارت معركة في مشارف العمادية على مسافة كيلومترات معدودة، وتمكن البهدنانيون والقبائل الكردية القوية التي تضافرت واتحدت على أساس الدفاع عن هذه الإمارة تمكنت من دحر قبيلة الأقوينلو، فعادت هذه القبيلة يعني تلملم خسائرها ولم تتكرر محاولتها للنفاذ إلى داخل البلاد. ما الذي حدث نتيجة هذا المنعطف حقيقة؟ هذه المعركة لم تكن يعني سبباً في دفع خطر الغزاة لكردستان فحسب، وإنما كانت سبباً في نهوض كردستان. إمارة بهدنان هذه التي حقق أميرها وكان في ذلك العهد الأمير حسن يدعى حسن بك، تمكن هذا الأمير من أن يقود هذه القبائل وأن يخلص إمارته من أولئك الغزاة، ولكن النصر الذي حققه وحققته إمارته أدى إلى ارتفاع شأن هذه الإمارة حتى أصبحت هذه المعركة سبباً في نهوض البلد يعني وتأسيس يعني الإمارة على دعائم قوية. الأمير حسن حقيقة كان ربما يعتبر من المؤسسين الأوائل الذين يعني تولوا حكم العمادية، ومن مما يعني يسعد حقيقة عثرنا على شاهد قبره في مدينة العمادية، وهو شاهد جميل كتب عليه الأمير حسن
أمير حكومة مير سيف دينا وتاريخ وفاته. توفي هذا الأمير عام 940. موقف إمارة بهدنان، المشكلة أن في هذه الفترة الإمارات الكردية لا سيما إمارة بهدنان حشرت كما نقول بين دولتين قويتين ظهرتا يعني عن يمين وعن شمال، اللي هي الدولة العثمانية في الشمال في كردستان الشمالية وفي الأناضول، والدولة الصفوية في الشرق. يعني كان قدر هذه الإمارات أن تواجه صراعا بين دولتين قويتين حديثتين. وفي البدء الأمير حسن وجد في الدولة الصفوية ما يعينه في التخلص من الآقوين له يعني، وبالتالي انحاز إليهم بعض الوقت، ولكن سرعان ما أدرك وأدرك الأمراء الكرد أن الدولة الصفوية كانت قريبة منهم، وبالتالي كانت لها يعني مشروعها في السيطرة على هذه البلاد. أما الدولة العثمانية فعاصمتها بعيدة في القسطنطينية، وبالتالي يمكن أن يتمتع الكرد بشيء من الاستقلال في ظل هذه الدولة. على أي حال، لأي كانت الأسباب، انضم الأمير حسن وانضم الأمراء الكرد الآخرين إلى الدولة العثمانية، ووازنوا بين، كان يجب أن يكونوا مع إحدى القوتين. يعني الوقوف في وسط الشارع كان يعني خطرا حقيقة، وينذر بالدهس في مثل ذلك العصر إذا جاز التعبير. فانحاز الأمراء الكرد إلى العثمانيين، وبالذات إلى السلطان سليم الأول الذي خاض حربا مشهورة وفي يعني وتقدم باتجاه شمال إيران وحقق نصرا على الشاه إسماعيل في معركة شالديران. في تلك المعركة سجل الكرد انحيازهم رسميا إلى الدولة العثمانية، وكان منهم أمير بهدنان الأمير حسن. نعم هناك اضطراب في بعض النصوص التاريخية، ولكن في المجمل وجد الكرد أنفسهم مع العثمانيين، ويعزى السبب أو الدافع المباشر لهذا الانحياز إلى أحد أمرائهم، وهو رجل مثقف ومعروف اسمه إدريس، ويسمى مولانا إدريس البدليسي من مدينة بدليس. هذا الرجل يعني وازن الأمور وكان وسيطاً بين الإمارات الكردية وبين السلطان سليم، وكان سبباً في انحياز هذه الإمارات إلى جانب الدولة العثمانية فيما يسمى حتى معاهدة أو اتفاقية السلطان سليم مع الكرد. لا ندري إن كانت هذه الاتفاقية مكتوبة أو أنها ضمنية، ولكن يعني مآلها مفهوم، وهو أن يحتفظ الكرد باستقلال بلادهم في ضمن الإطار العثماني بشرط واحد، أو يعني بمقابل أن يقدموا الدعم العسكري إلى هذه الدولة كلما أرادت ذلك. طبعا الكرد كانوا مشهورين بشجاعتهم، وقبائلهم كانت مدربة ومسلحة، وكانوا يشكلون قوة ضاربة في المنطقة، وبالتالي الدولة العثمانية اكتفت منهم بتقديم الدعم لها في معاركها، وهكذا فعلوا فعلا كما سنرى، مقابل أن يحتفظوا بشيء من الاستقلال. هكذا كان شأن الإمارات الكردية ولا سيما منها إمارة بهدنان. بعد الأمير حسن جاء ابنه وهو الأمير حسين، والغريب اللافت للنظر أن أولئك الأمراء عرفوا باسم سلطان، يعني حازوا لقب سلطان، فكان السلطان حسين أحد أبرز أمراء هذه الدولة، حتى أننا ونستغرب ذلك فعلا أن السلطان سليمان القانوني وهو أعظم سلاطين عصره على الإطلاق يعني في المشرق الإسلامي في الأقل، كان يخاطب السلطان حسين البهدناني باسم السلطان، بلقب السلطان، وهذا أمر غريب. يعني كيف ينادي السلطان أميرا من أمراء بلاده بنفس لقبه السلطان؟ وحتى في الوثائق العثمانية
تصريح بعبارة إلى السلطان حسين دامت معاليه، يعني بمعنى أن إمارة بهدنان احتلت موقعا متميزا في الدولة العثمانية، حتى أن أميرها عرف بنفس لقب السلطان العثماني وبهذا الدعاء الجميل الذي كان يقترن باسمه. السلطان حسين حقيقة هو الباني الفعلي لإمارة بهدنان. نعم، الأمير حسن يعني رتب الأمور ومضى، والسلطان حسين استأنف العمل. شخصية بارزة في تاريخ كردستان العراق، هذا الأمير عرف بالسلطان حسين الولي، حتى عد من الأولياء، كان رجلا تقيا صالحا، ولكنه مع ذلك كان قويا وكان قائدا محنكا، واجتمعت فيه فضائل كثيرة ربما يتاح لنا بعض الوقت في حلقة مقبلة لكي نتحدث عنه وعن إمارته في ذلك الظرف الصعب الذي عاشته إمارة بهدنان. والسلام عليكم.